الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. استقرت أسعار الذهب في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أسواق أربيل، وسجل الذهب الأجنبي من عيار 21 في آخر تعاملاته 358 ألف دينار عراقي للمثقال الواحد من الذهب، بينما سجل سعر البيع 354 ألفا، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس الاثنين. وبلغ سعر الذهب في العراق من نفس العيار 328 ألف دينار للبيع و 324 ألفا للشراء، فيما شهدت أسعار الذهب في أربيل انخفاضا ملحوظا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع من عيار 410 ألفا وللشراء 378 ألفا للمثقال الواحد من الذهب. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي خلال الفترة من 2012 إلى 2021 تبايناً ملحوظاً في مؤشرات البلاد الاقتصادية. وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 16.5% في 2021 مقارنة ب 11.9% في 2012، وانخفض الاحتياطي الأجنبي من 69 مليارا و 600 مليون دولار في 2012 إلى 63 مليارا و 800 مليون دولار في 2021. وتظهر المؤشرات ارتفاعا إجماليا في النفقات بنسبة 12% من 90 تريليون دينار في 2012 إلى 102 تريليون دينار في 2021، فيما ارتفع إجمالي الدين العام من 6.5 تريليون دينار في 2012 إلى 69.9 في 2021، أي أكثر من 10,000%. قال موقع تريد ماب إن نصف استيراد العراق من الحبوب والوقود النفطي خلال العام 2021 مصدره الهند. وذكر الموقع في إحصائية على موقعه إن العراق استورد من الهند خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت أكثر من 2 مليار دولار، مبينة أن نمو الاستيراد من الهند ارتفع هو الآخر بنسبة 7% ما بين 2017 إلى 2021. وأضاف الموقع أن الحبوب جاءت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 522 مليون دولار، تليها الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مالية بلغت 511 مليون دولار، تليها لحوم بقيمة بلغت 207 ملايين دولار، تليها منتجات صيدلانية بقيمة بلغت 103 مليون دولار. أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة أوبك بلس التي تقودها بلاده مع روسيا لديها الوسائل كافة للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب. وقال بن سلمان إن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة متكررة تتكون من ضعف شديد ملحوظ في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق، ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وأكد من جانبه بن سلمان أن المجموعة واجهت أوضاعا أكثر تحديا في السابق وخرجت منها أكثر قوة وتماسكا، ما يعكس أنها باتت أكثر التزاما ومرونة. وتواصل أسعار النفط تراجعها مع تراجع توقعات الطلب وسط مؤشرات اقتصادية ضعيفة لدى الاقتصادات الكبرى وبخاصة الصين. وهذه انتقالة إلى أسعار العملات، متابعة شيقة.
إلى اللقاء.